لعل مثال حال ليبيا وغيرها من الدول العربية التي اعتذرت أن تردد ما قاله شاعر الوطن الليبي الدكتور عوض شمال العبيدي: أمجدا للعروبة أم سرابا أعيدوها ليالينا العذابة، ألم يبقى سوى التاريخ نكتبه نردده فما ندري الصواب. أظن أن الجامعة العربية وخصوصا في قضيتنا في ليبيا يعني لم تلبي طموحات الشعب الليبي ولا المواطنين الليبيين في عديد من القضايا، أخيرها لما تم الهجوم على عاصمتنا كان موقف الجامعة العربية موقفا يعني لا يرتقي لطموح عرب يأملون في هذه المؤسسة أن تكون رافدا لطموحهم أو راعية لآمالهم. أظن أن الاعتذار الذي تكرر من عدة دول وخصوصا ليبيا أن الجامعة العربية اتخذت موقفا صارخا ضد المواطنين وانحازت انحيازا غير مبرر لطرف هجم على المدنيين العزل وعاف في الأرض فسادا. نعم كانت الفرصة سانحة ربما إذا تولت ليبيا، ولا يمكن أن تتولها إلا حقيقة المساق بطبيعة الحال. إذا تولت الجامعة يمكن أن تكون منصة لتمرير كثير من الآراء والقضايا، لكنها آثرت أن تلتئم في نظري مع بقية الدول العربية، وخصوصا عندما أضيعت قضية الأمة وهي فلسطين، ورأينا التطبيع الذي لم تتحرك جميع الدول العربية، مع أننا رأينا لها مواقف في 1979 يعني مواقف مشرفة تجاه القضية الفلسطينية، لكنها آثرت يعني كما نقول احنا بالدارجة الليبية. ولكن سيد عبد الله حديد عذرا عن المقاطعة، يعني هل باعتقادك ليبيا وباقي الدول التي اعتذرت يفترض أن ترسل توضيحات لأمانة الجامعة بهذا الخصوص، تفاصيل أسباب الاعتذار، أم أنه اعتذار مغلف بالمجاملة ويكتفي تكتفي هذه الدولة العضو أو تلك بالاعتذار دون شرح؟ ما المطلوب الآن؟ أظن في وجهة نظري إذا الآن الدول أكثر من 5 دول اعتذرت، إذا هناك قضية وإشكالية في لب هذه المؤسسة في جامعة الدول العربية يجب أن توضح وأن تتخذ موقفا. لا يمكن أن يكون مجرد اعتذار أو مجرد يعني فقط نحن لا نريد الرئاسة، أو أنها لا تريد ربما حتى تقرأ من جانب آخر لا تريد أن تدخل التحديات القادمة الآن في إذا ما تم التطبيع من جهة أخرى من دولة أخرى عربية مع الكيان الصهيوني. إذا هناك ربما التخوف من هذا المجهود، ومن جهة أخرى يجب في وجهة نظر الخاصة أن يكون هناك موقف واضح لهذه الدول التي اعتذرت، ولو أن تنتج بيانا مشتركا يعني يظهر للمواطن العربي إن كان له يعني حق في تعريف في معرفة ما يصنعه قادتهم ما هي القضية التي جمعت هذه الدول لتعتذر عن رئاسة جامعة الدول العربية. أنا أشاهدك ضرورة ملحة جدا يعني هي احترام الشعب العربي. لماذا رفضتم أيها القادة قيادة هذه الجامعة؟ نحن نطمح أن يكون مثل هذا الأمر. طيب لكن هذا الاعتذار المتكرر الآن 6 دول وربما القائمة تطول لو فتح الباب، كيف سينعكس على هذا الجسم الذي يعمل العرب منذ سنوات الحقيقة، والتصريحات تأتي من هنا وهناك في محاولة لإصلاح وإعادة الحياة وإعادة تفعيل هذه المظلة العربية، هذا الجسد العربي، كيف سينعكس أصلا هذا الاعتذار والوضع الذي تعانيه الجامعة حاليا؟ ربما إذا تم هذا الاعتذار إذا ربما تكون هذه نقطة الإصلاح في هذا الجسم. إذا اعتذرت بعض الدول كانت متحمسة لبعض القضايا، إذا وضح السبب ربما يدخل القادة العرب في حوار لربما حتى النظر في مصلحة المصلحة المشتركة بين هذه الدول. الآن لم نشهد حوارا حقيقيا بين هذا الفضاء العربي، والمستجدات دائما تستجد ومتعددة، وخصوصا ما بعد ثورة
الربيع العربي. إذن هناك قضايا مستشدة توجب هذه القضايا أن يكون هناك حوار لمعرفة ما هي الأسس والتوقيت التي تعتمد عليها هذه الدول لتبقى في هذا الفضاء والمحافظة عليه، لأنه نوع من التجديد والتطوير لجامعة الدول العربية إذا فتح الحوار حقيقي أفقي ويعني ممتد ورأسي كذلك في بعض القضايا المهمة التي تعيشها المنطقة اليوم. رأينا تطورا كبيرا، المشاريع الإقليمية في المحيط كثيرة وكثيرة جدا، هي تتنافس على القيادة والريادة والسيادة في المحيط. إذا الجامعة الدول العربية تحتاج إلى الدخول في حوار مهم جدا من أجل القضايا ذات المصير المشترك. طيب دعني أختم معك بسؤال سيد عبد الله حديد، وأرجو أن تجيبني بصراحة على الأقل من وجهة نظر ليبيا. ما نتحدث عنه الآن وما أشرت إليه حضرتك في الإجابة الأولى هي أعراض المرض. أعراض المرض أن هذه الجامعة لا تقف مع ليبيا في لحظة الأزمة، ولا تدين الهجوم على عاصمتها طرابلس، لا تقف مع القضية الفلسطينية، تتخلى عن الثوابت العربية، لا تدين التطبيع الإماراتي البحريني، وهلم جرة قضايا عديدة. لكن لو غصنا في جسد الجامعة لنبحث عن حقيقة المرض، أين هو مرض الجامعة وكيف يمكن اختصاره في نقاط ورؤوس أقلام لو تكرمت؟ هو تقريبا أظن المرض العضال للجامعة أنها لم تواكب التطورات التي حدثت في المنطقة منذ الحروب المتتالية، دخول الكيان الصهيوني الآن وتمدده، المشروع الأوروبي وما بعد الاتحاد الأوروبي، التحديات التي الآن نرى أن الجامعة الدول العربية كانت مظلة لجميع الأقليات الموجودة في المنطقة، الآن بدأت الأقليات تحاول أن تخرج من تحت هذا الفضاء، وهذا إشكال كبير جدا، سيضع تحديات كبيرة جدا أمام الجامعة الدول العربية. كذلك نعلم أن اليوم هو عالم التكتلات والفضاءات، لم يعد فضاء الدول أو القطب الواحد أو القطبين. إذن هذا هو التحدي الكبير، وهذا هو المرض أظن الجامعة الدول العربية، أنها لم تطور نفسها وفق التطورات الدولية وما حدث في المنطقة مؤخرا. لا توجد إشكالية في الأعضاء فرادة أو إشكالية في مكان الجامعة العربية كما يقول طيف واسع من الجمهور العربي الحقيقة في حلقات سابقة. هناك من يقول بأنه ثلاث أعضاء ربما باتوا يهيمنون على الجامعة، ومكان وجودها في مصر أيضا لم يعد مناسبا لمعالجة قضايا عربية عديدة يفترض أن تكون جريئة في اتخاذ القرارات حيالها. هاتين النقطتين كيف تراهما بعجلة؟ إن كنت سمعت جيدا فيما يتعلق بالموقع، أظن مصر لها موقع خاص جدا في جسد الوطن العربي قديما وحديثا. مصر لتحافظ على مقر جامعة الدول العربية لابد أيضا هي أن تتطلع بهذا الدور، وأن تكون فعلا بمستوى مصر الذي نعرف قديما وحديثا. جامعة الدول العربية تغيير الموقع فقط ربما لم يحل المشكلة في وجهة نظري الخاصة، وأظني لم أسمع الأمر الثاني. النقطة الثانية هي هيمنة بعض الأعضاء، وهذا ما يقوله الحقيقة كتاب ومحللون وحتى طيف واسع من الشارع العربي، أن دولتين أو ثلاثة أو ربما أربعة تهيمن بمالها وبثقلها على الجامعة، لم تعد جامعة للدول العربية، باتت جامعة لأربع دول والبقية مجرد تكملة عدد كما يقول هؤلاء. صحيح، نعم، هو هذا القضية اللي أشرت إذا دخلت هذه الدول دعت إلى حوار مع بقية سيظن أو يشعر الجميع أنه مؤثر في سياسة أو في وضع سياسات في جامعة الدول العربية. أما إذا أظن أن إذا دخلت هذه الدول في حوار جامع محدد ما هي القضايا التي تجمعنا، إذا سيختلف الوضع. أما إذا أصبحت الهيمنة لن تكون للجامعة أي أثر، كما تفضلت ستكون جامعة لأربع أو ثلاث دول لمن يملك المال تحديدا.